اهلا بيكم في فيلم عنتر ولبلب للراحل محمود شكري وسراج منير ولبلبه. اكتفى بانه يضرب عنتر سبع، او يعني كان في تحدي سبع كفوف عشان يكسب الرهان، لكن يبدو ان السيسي مش مكتفي بالسبع كفوف. لاحظ بس دقه، بقاله 10 سنين عمال يديكم كفوف على قفاكم ونازل بصراحه بيهري. الحقيقة ما بيلحقش، يعني يديك الكف ده ما بتلحقش توري تاخد التاني. أفكرك أنا هنا في شهر يوليو كنت لابس نفس الجليدة تقريبا، في يوليو احنا فاهم في 10، احنا 20 10، في يوليو بعد ما خلصت المراجعة التالتة وقبض السيسي. أفكرك أنا قلت إيه كده؟ العب يعني لا كهرباء ولا بنزين ولا تعليم ولا صحة. أحب أقول لك أنك أنت خلصت كده المرحلة الثالثة، عمل الهومورك خد 28، وأنت سنة وأنت دايخ بقى وبتفرفر كده، هوب تيجي داخل في الشريحة الرابعة. أمال إيه هو يسيبك؟ يعني يا دوب أنت دايخ ولسه بتفوق. إحنا في شهر 7 يوليو، صح؟ النهارده يوليو؟ ايوه النهارده 30. يا دوب انت لسه بتفرفر وقال لك انا فولت بكام، واللي قال لك انا اشتريت اللبن ب 300 جنيه. لحظه واحده، انت وانت لسه كده بتفرفر، اول ما هيجي شهر سبتمبر الجاي هتكون نفذت الشروط الشريحه الرابعه. يعني كل ده انت عملت شروط الشريحة الثالثة وقبضت 28 مليون، لسه بقى انت هتفرفر وتدوخ ويا دوب هتشم نفسك من اللي حصل في الشريحة الثالثة. في بقى شريحة رابعة في سبتمبر، هيجي الصندوق يقول لك ها عملت شروط الشريحة الرابعة. ايه بقى شروط الشريحة الرابعة؟ الغاء الدعم اكتر، تحرير اكبر لسعر الصرف، وده مش انا اللي قلته، ده السيدة الفاضلة رئيسة بعثة صندوق النقد، اهو رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي. المراجعة الرابعة تبدأ في سبتمبر، ويجب زيادة أسعار الطاقة لتخفيف الضغط على الموازنة. ازيك بقى على رأي شادية؟ عشان انت بس، ما انت مشكلتك انك بتضيع وقتك في كلام فارغ. انت مشكلتك تقعد تشوف لك فيلمين على حلقة من مسلسل على ماتش كورة وتنسى اللي وراك، تضرب لك برشامتين مخدر كده من عند أحمد موسى أو عند نشأة الديهي. بس أنا هنا بقول لك اللي هيحصل لك، مش لاقي لعب لطيف والهاكس ده، ده كلام حقيقي، كلام علمي يا بيه، أنت هتتبهدل. وأفكرك من أسبوع بالظبط هنا في البرنامج ده، وكان معايا الدكتور محمود وهبة الخبير الاقتصادي، قال لك استنى زيادة جديدة في البنزين خلال أيام. أفكرك برضو، اتفضل. عربي بوست قالت وفقا لمصادر حكومية ان الحكومة المصرية مضطرة في قريب قوي انها تقلل الدعم على الخبز وترفع زيادات في الكهرباء والوقود. اهو ده عربي بوست في 12 10. حضرتك الى اي درجة السيسي هيجبر على هذه الزيادات وامتى؟ السيسي مش مجبر، ومن هنا انا السيسي بيعمل الحاجات دي لان السيسي بيمثل، يعني انت بتمثل مثلا الناس الغنيه وانا بمثل الناس الفقيره، فانت كبتمثل الناس الغنيه بتدافع عنهم. فالسيسي ما عندوش اي مانع اطلاقا ان هو يطحن الشعب، يحلب الشعب، يعمل اي حاجه. ليه بقى؟ لان هو بيدافع عن مجموعه تانيه من الشعب بتكسب من ورا النظام الحالي. الكلام ده كلام مهم جدا، وده اللي قاله احد الكتاب في كتاب العبوديه المختاره، ان ازاي واحد لوحده يحكم ملايين ويذل في امهم. سر زي بتاع كنتاكي كده، سر بسيط جدا، انه ياكل مجموعه من المنتفعين اللي بيقولوا له اللي هو عايزه من قبل ما يفكر فيه. كتاب بسيط جدا اقروه، 98 ورقه،
العبودية المختارة. إزاي واحد واتكتب من سنة 1500 واحد لوحده يزل أم شعب برجالته بستاته بعياله بكل حاجة؟ قال لك سر بسيط جدا. أول راجل بيأكل ناس زي ما قال الدكتور محمود بقى كده، الناس دي عندها ميل للعبودية طوعية زي نشأة الدين وأحمد موسى وكل الألاضيش دول. ده عنده ميل، عنده موهبة في العبودية إنه يستعبد بس طوعية. أنت بقى بتستعبد بس بالذل بالإكرام. يا بيه ارجع، ارجع لكلام الراجل اهو، العبودية المختارة. يا دوب ما عداش كام يوم اللي قلناه اتحقق، والسيسي نزل بالقلم الجديد على قفا المصريين ورفع البنزين تاني للمرة التانية في أقل من 3 شهور. الخبر اهو للمرة التالتة في 24، للمرة التالتة في 24 اهو، للمرة التالتة في 24 رفع أسعار الوقود. أهلا أهلا. لا بس اللي عايزة قاعدة دي بقى، زيادة أسعار الوقود هي التالتة خلال 24، لكن المرة دي السيسي زود أسعارها بشكل غريب قوي. بص يا بيه، زيادة 3 مرات خلال عام. مراحل الزيادة، ده موقع أهل مصر، ده موقع أهل مصر. في أول مارس لفحك قفا 10%، في تاني في يوليو راح لفحك القلم التاني 11%، المرة دي بقى رزعك القلم 17%. ده كلام أهل مصر، ده كلام أهل مصر، ده مش كلام بقى مصر النهاردة ولا الكلام ده. محاكم، أنا أقول لك على حاجة، كان جورج أورويل تقريبا، جورج أورويل هو اللي قال لك الكذب زي الفاكهة السامة، حلو شكله حلو بس بيقتل. وانت بتحب الكذب، بتحب الفاكهة السامة. رزعك القلم التاني 17%. خش يا بيه، زيارة أسعار الوقود المرة التالتة في 24 من مارس حتى أكتوبر. اتفضل يا بيه. الجمعة 22 مارس كان يا مكان يا سعد يا كرام، كان سعر البنزين 92 ب 13 جنيه ونص، كان سعر لتر البنزين 92 ب 12 جنيه ونص، كان سعر البنزين 80 11 بس، السولار 10. يوم الخميس 25 يوليو بقى سعر البنزين 95 15 جنيه، ال 92 بقى 13 75، ال 80 بقى 12 25، السولار بقى ب 11 ونص. يوم الجمعة 18 أكتوبر بقى سعر لتر البنزين 95 17 جنيه، 92 15 25، 80 13 75، السولار بقى ب 13 جنيه. يعني لتر السولار الآن يساوي لتر بنزين 95 في شهر مارس اللي فات. حلل يا بيه، حلل وقول لي النتيجه ايه. اهو سعر السولار النهارده كام؟ 13.55. سعر لتر البنزين 95 في مارس اللي فات كان ب 13 جنيه ونص. تخيل سعر السولار دلوقتي بسعر لتر البنزين، مش سنه 10، مش بعد ثوره يناير، لا 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 لا، ده في نفس السنه في شهر مارس، حيث عيد الأم و8 مارس عيد المرأة العالمي. الجو ده بقى كان سعر لتر البنزين ال 95 يساوي سعر لتر السولار دلوقتي من شهر مارس لشهر أكتوبر. أقول لك إيه؟ أقول لك إيه عن السوق يا حبيبي؟ أسعار البنزين والسولار الجديدة وصلت زي ما قلت لك كده، إنه بقى بص اتفرج، قبل وبعد 95 كان ب 15 بقى ب 17، 2 جنيه شحط محط. بنزين 92 كان ب 13.75 بقى ب 15.25، 80 كان ب 12 كان
كان يا ما كان في شهر مارس زمان يا أولاد سنة 24 لتر السولار، لتر الكيروسين 13.5، طن المازوت بكذا، غاز تموين السيارات بكذا. خلاص؟ خلاص كده؟ لا لسه. لا انت مش، انت مش لسه قاعد وراك حاجة؟ ده لسه انا هديك دلوقتي، انا هديك، انا هديك دلوقتي النسب الزيادة ما بين سنة 14 وبين السنة دي 1470%. خلينا نشوف في جراف احسن. اسعار البنزين والسولار ارتفع سعر على مدار 10 سنين بس، ارتفع سعر لتر البنزين 80 بنسبة 1427%، ارتفع سعر لتر السولار بنسبة 1127%، ارتفع لتر بنزين 92 بنسبة 724.32%، مش عارف 700 تبقى 7400 ما اعرفش. ارتفع سعر لتر بنزين 95 190%. يا في سنة 11 وسنة 13 زمان يا أولاد اللي السيسي بيقول إنها سبب خراب مصر، كان البنزين وقتها بكام؟ بكام؟ كان لتر البنزين 80 تمنه كام؟ والتسعين كان 90 قرش. شوف دلوقتي لتر البنزين وصل كام؟ طب تعالى أريك الفرق. أسعار الوقود في مصر بين الأمس واليوم، السولار كان، السولار يا مكان انا مش عارف اقرا يا جماعه، كان ب 13 جنيه صح فاصل 75، دلوقتي 24، كان ايام الرئيس مرسي بجنيه و10 جنيه بريزه، يعني لو معاك 10 جنيه تدرمغ انت وعيالك في السولار. غاز السيارات سيبك من الغاز بقى، بنزين 80 دلوقتي بقى ب 13 جنيه 75، كان ب 90 قرش. يعني لو معاك ميكروباص رمسيس ولا حاجه بقت اكسبيرد، ممكن تملاها، تملى الصفيحه كلها ب 20 30 40 جنيه. بس تروح لحد مرسى ما تروح بيها. بنزين 92 بقى ب 15 75 25 دلوقتي، كان بجنيه 85. كنت تقف كده على البنزينه ايام زمان بقى، ايام زمان بقى، ما حضرتوش انتوا الايام دي يا اولاد. تقف عند البنزينه كده تطلع ال 20 جنيه، الراجل بتاع البنزينه يقول لك ده راجل ده غني، غني بقى. امال ايه؟ تيجي مديله ال 20 جنيه وتقول له عبي لي البتاع، شوف وانت قاعد بقى باشا 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 وتديله بقشيش، لانه كان ب 185. وبعدين الناس تبص لك بصه كده، ايه ده انت بتحط 92؟ ده انت باين عليك فقير قوي. معلش بحط 92. اما لو انت باشا بقى برنس البرانيس كنت تحط 95 ماشي بيه، جايبها جديد لسه العربيه وبتاع، بكام بقى؟ كان ب 5 جنيه 85. يقول لك يا نهار اسود ده بيحط لتر البنزين ب 5 جنيه ب 5 جنيه ده عم فلوس بلاش اخر، ده معاهم فلوس زي الرز يا عباس. النهارده السعر ده ما يجيبلكش نص لتر سولار مازوت الطن، سيبك من القصه دي بقى.